السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رانا مع استاذنا. واش راك حبيبنا؟ لاباس الحمد لله. اليوم رايحين وين رايحين؟ رايحين ولاد براهم. ولاد براهم ان شاء الله. اجواء رمضان في ولاد براهم؟ اجواء رمضان في ولاد براهم نفس الاجواء في في ربع الافطار الوطني والعربي. هلا علينا بالخير والبركات. وموسم للعبادات وغفران الذنوب والمؤازرة والمعاونة بين أفراد المجتمع الواحد. الله يبارك. تقريبا الأجواء راهي نفسها في كل منطقة. والحاجة اللي ضيفها ولاد براهم أنها تمتاز ب عندها زلابية خاصة اللي هي زلابية الشعير. أيوه. هذه الميزة اللي تميزها عن عند باقي المناطق ككل المناطق اللي راهي موجودة في الولايات برج بعراريج خاصة والجزائر عامة. عامة نتمنى نصوموا ان شاء الله بالصحة والعافية ولهنا لنا ولجميع المسلمين ان شاء الله. امين رب العالمين. هذا من قريب وشكرا. يعطيك الصحة استاذ. يعطيك الصحة. كلمة يعني في المستوى. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا في ولاد براهم عند سلاب جي. سلاب جي معروفين في السلابية. راهم حاليين تحت كيفاش نسميو البلاصة؟ في عين بوخداش. ها؟ في عين بوخداش. في عين بوخداش. ورانا حنا في السلاب. وهذا فرع لا حلو هنايا. اه. اصلا ترى انا هربوا هربوا هربوا. ها؟ هذا الطفل هذا طرق شوية. شوف كيف راه الكاميرا. دير لهم باي باي. دير لهم باي باي. كما راكم تشوفوا ما تنسوش لايك في الفيديو تاعي اللي ماشي ابوني ابوني في الفيديو ما تنسوش جيم ولي كومونتير اليوم تلقى الفيديو في البراح اي او ما عادش بعد انا غير انا واش دي ديوش واش راح تشري صور الشيخ واش راح تشري اخويا السلام عليكم السلام ورحمه واش راكم مع ولاد براهم هذا واش راكم بخير لاباس بيان اجواء رمضان في ولاد براهم هيا روح كيما تعطينا كلمه ناس يتفرجوا فيك واش قول لهم؟ صح فطوركم، صح سحوركم، صح؟ لا صح فطوركم. هذاك ما كان، يعطيك صح خويا، وأنت الحاج واش تقول لهم؟ لا وكان جينا نديو زلابية. إيه. الحانوت وصح سحوركم وفطوركم. وإشكال تاع زلابية. باه عندنا هذيك كيف يسميوها؟ هذا المقروط عمي. مقروط وهذه؟ هذيك فرازة. فرازة وهذه؟ هذا نفس المقروط نفس المقروط، هاي وهذه؟ هذا بنان. البنان. وهذه هذي هذه ما نعرفوش عليها هذه، كل اللي يعرفوها. ها. وهذه هذه كمالي هذا وعندنا عندنا هذه واش بقلاوه يقول لها بقلاوه رولي بقلاوه رولي اي والله وهذا معروف هذه معروفه بقلاوه وهذه ترتونات اي والله هذه باش مختومه هذه كان هذه بواحد لاباط هكذا بالفارينه ونديروا فيها القارص كلام شغلتي وتشوف وتوجو مع جلابيه كيما راه تشوف دوك رانا الوقت اللي رانا فيه الوقت اللي رانا فيه الوقت يعني مازال مازال حال راني في لابريميدي راهي 12 ونص الظهر مازال ما ذنش مازال الظهر مازال ما ذنش على بالي الناس مازال ما جاوش يشريو جلابيه واش تقول الناس يتفرجوا فيك؟ ارواح واش نقول لهم رمضانكم مبارك كل عام وانتم بخير وصوموا الصحه ولنا ان شاء الله صحة فطوركم وصحة سحوركم ورانا نزيدو ندور راح نضربو دورة ثانية في المقر الرئيسي المقر الرئيسي المقر الرئيسي ان شاء الله ان شاء الله ديما لاباس وديما الحمد لله ان شاء الله ربي باقي السر هاي السلام عليكم السلام عليكم في ولاد برام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رانا في سوبر جديدة اليوم هذه راهي حلت غير السنة بركة نعم قد عندنا ملي حلت واحد السمانة سمانتين سمانتين تسمى مع رمضان قد قبل رمضان حليتو الله يبارك سوبرات اه رانا توجو في اجواء رمضان في ولاد براهم اه الله يبارك الحاج واش تجي تشري ولا تجي تشوف انا هو البائع نتاع انت هو المولاها هو الرسمي اه اي والله الله يبارك الله يبارك والله ما شاء الله يعني ما شاء الله ندورو نشوفو ترى واش عندك واش ما عندك شحال الياورت كاينين لي فريجيدير كيما نقولوا هنا الغازوز توجور كاين في الغازوز هذه جايه في ولاد براهم قدام البلديه في طريق كبيره هذه غير كيما حلت هذا مواطن نهضروا معاه برك جوج كلمات و
واش قلنا السوبريت هذه واش تعطيها كلمه صغيره يعني ساعدتكم شويه في المنطقه هذه بلاصه هذه تما جات استراتيجيك اسعار مليحه كان 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 يخصكم سوبر هنا في الشارع الشارع كان مكان شارع ان شاء الله بلا اسعار ما شاء الله السلعه متوفره هاي مليحه هاي هاتك ساعه خويا هاي كيما راكم تشوفوا لي فلان محطوطين البيض حاجه ما تخصنا يعني والله الله يبارك لي في الجدار ما حتى في الديكور انا نشوف فيها واحد الحوايج سنات راسها ها شوفوا ثاني حتى الخزين هذوك راك تشوف وين يخبي التوابل يعني حاجه نظيفه وحاجه يعني الخماش ما يدخلش غبر ما يدخلش يعني مخدومين بالزجاج ها هاك شوف التوابل ها يعني كل شيء في الزجاج ولي ريون تاع مقارونة تاع الاخر لي ريون هنا منا حاجه مليحه ولا كاس ما نهضوش عليها انا في اجواء رمضان الناس صايمه على بالي ما كانش الغاشي شويه رانا في وقت الظهر مازال ما لحقش الظهر او الزيتون ها الله يبارك عطنا كلمه صغيره الناس ما يتفرجوا فيك الحاج واش نقول لكم اخويا صحه رمضانكم وصحه فطركم و مرحبا بكم في كل بيكون جيك هذا مكان بيكون جيك اخو انا جينا زرناكم ومازال نزور ان شاء الله رانا في اجواء رمضان في ولاد براهم اليوم راس الواد انا خدمناها دوك انا في ولاد براهم ان شاء الله نكملوا مع ريبورتاج تاعنا في ولاد براهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلمه صغيره صحه فطوركم يعطيك الصحه كما رحمه الله وبركاته راكم توجور في اجواء رمضان في ولاد براهم رانا مع مواطن صالح في بلاد صالحه وفي بلاد بشير ابراهيمي اليوم رانا في سوبرات الله يبارك سوبرات جديده كيما حلت سوبرات القدس سوبرات القدس الله يبارك سوبرات القدس واش تقول فيها سوبرات هذه الحاج يعني جاتكم في بلاصه يعني استراتيجيك يعني نشوف فيها يعني مكان رائع والمكان اللي عد رائع يجلب المواطنين ويجلب الناس اللي يحبوا السلعه الموجوده وعلى كل حركه كل شيء وصحتين هذا الاسماء تاع الدقيق والزيت راه من بوك الزيت والزيت والدقيق هذا حاجه اخرى بارتو هذاك المستوى الوطن هذيك احنا ما نهضروش عليها اما السوبرات هذه يعني منظمه نظيفه والاستقبال كان رائع والفلاج صغير ونظيف وما شاء الله يعني ربي ان شاء الله يكون يكسر امثاله السيد هذا ولا المحل هذا يكسر امثاله لان يعني الاستقبال استقبلنا بوجه يعني بشوش وبارك الله فيه ونتمنى له الخير وصحة رمضانكم وصحة فطوركم وبارك الله فيكم يعطيك صحة أخويا السلام عليكم هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رانا اليوم في ولاد براهم في سفيرات العائلة سفيرات العائلة وشوفوا واش عندهم قالك سميد ما كانش قالك زيت ما كانش قالك الحليب ما كانش لاشين في راس الواد دايرها حالة أنا ولاد براهم دوك نشوفوا اسك عندهم لاشين ما عندهمش ونسقسوا ترى بعد المواطنين ولا نسقسوا بعد الناس ولا الناس ما يخدموا في السوبر تاعي وقعدوا معايا في لاشين في لاشين تاعي تاع اليوتيوب وما تنساوش اللي ماشي ابوني يابوني لايك ولا فيديو ديروا جيم ولي كومونتير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هيا كيما راكم تشوفوا رانا في السوبر تاع العائله دوك انا داخلين على الزهار نشوفوا ترى واش عندهم عندنا الزيت ودك كاين سناترا دوك نشوفوا ترى عندكم الزيت هو سميد كاين سميد مخاخ خلاص خذوا ان شاء الله عليه واحد هاي الله يبارك وقال لك زيت كاين دوك نشوفوا الزيت وين راح ها الزيت هذه سيبرات مع الكازوز كما راكم تعرفوا بريشة رمضان الناس كل تحب تشرب الكازوز ها والزيت كاين ها كاين تاع ليتر يعني اي واحد يقدر يشري ماشي يعني كليون ولا الجميع يعطيك الصحة مرحبا بكم في اي وقت يعطيك الصحة شوف كيما الله يبارك الحالة راهي منطفى الحالة لي بات وهذاك منا وانا سي لا دوزي حتى المهم كل عام نجي لهنا نزور لهنا نلقى نفس السيستيم نفس الخدمة لاكاس باك تبدلت كانت منا ولات منا ها لا كاس برك تبدلت برك من بلاصتك كل نهار وباركتو عمي يعطيك الصحة هاي دق لزينة هاي دق شفتها كنا هي الأولى اللي صورتها والحليب كاين الحليب هذا وين خلاص ها وكاين كاين ها هذا تاع مولاي هذا
هذا مليح. خلاص المهم جا وخلاص. هذا مهم. ما كاينش لاشين ولا الحليب. ما كاينش اللي يجي اللي يلحق يدي وخلاص. الله يبارك. هذه سوبر تاع العائله. مواطن جاي يشري او سخف على واش سخف. اي فرماج هذا. هذا فرماج هذا. قول له مرحبا بكم محل محلكم. ولي يحتاجوا هاي لهنا الزيت. بقيت الحليب شويه هذا المكان. هاي يعطيكم الصحه سيدي. السلام عليكم. مرحبا بكم في سوبر العائله. نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم. كل عام وانتم بألف صحه وعافيه. مرحبا بكم عندنا. كلش كاين كلش متوفر. اسعار تنافسيه. اهلا بالجميع. مرحبا بكم. يعطيك الصحه. صحه فطوركم كل عام وانتم بخير. يعطيك الصحه بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك يا بنتي؟ خير. خرجتي من القرية؟ ايه. ايه. وشنو سنة تقراي؟ سنة أولى. سنة الأولى. وكدا جبتي المعادل الخطرة اللي فات؟ كدا جبتي المعادل؟ عشرة. عشرة على عشرة؟ الله يبارك. تسمى الأولى في القسم انتي. الله يبارك. عاد تقراي. وكي صايمة ولا فترة؟ فترة. ايه. ما تقضيش صومي. صومتي ولا ما صومتيش شهر رمضان هذا؟ ما سمتيش. ما سمتيش. ما خلوكش الصومية مع القرية. واليوم بديتي تقراو. بديتو تقراو. ايه. واش قولي الناس متفرجوا فيك؟ صحة فطوركم صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير. ديري طيب. هاي صحيت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا توجور في أجواء رمضان. رانا خويا راه السيد راه يخير في البطاطا وفي اللفت وفي الزرودية. واش راك تخير هذا؟ واش راك تخير؟ واش حد درت الطبخي؟ واش راك دير هذا؟ البطاطا اللي في البطاطا. الله يبارك الله يبارك. هذا الجرحين. هذا الجرحين. الدجاج اللحم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في دوبارا سبيسيال بسكرية. وكي نقول بسكرية بسكرية كما راكم تشوفوها هكذاك. هذه دوبارة. هذه كل عام السيد يخدم فيها. ونقدم لكم السيد هذاك واسمه داود محمد ياسين. داود محمد ياسين هذا كان عايش في بسكرة. وبسكري هو اصلا. بسكري هو اصلا. واستنشر ماشي باش يدير بكوميرس ولا حاجة. هذا الشرم فيها شهر رمضان يدير فيه كل شهر رمضان في ولاد براهم. نقدم لكم محمد ياسين. محمد ياسين واش راك؟ اهلا. خير لاباس؟ اهلا بكم. بيكون جيك اخويا راه في قناه اجواء رمضان في ولاد براهم. هي 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 في ولاد راس في 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 بلديه راس الواد. بس احنا دخلنا ولاد براهم معاه سي نورمال. ولاد براهم بلاد بشير الابراهيمي ربي يرحمه. كيف اخويا كيف تحكي واش تحكي لنا الدوبره هذه؟ مرحبا بكم. هاي اجواء رمضانيه على الكيف. والو مع الحباب ولا فامي. عاشك رحم والديك. شبيباي معنا لهنا. كيف هذا كل عام ديرنا الدوبار هذه تولد؟ إيه احنا نعشقها الدوبار من بكري. هاي. صافي في رمضان ولات لنا عادة هذه. احنا مانيش حلينا على جاي كوميرس ولا. مع اصحابنا مع جماعة. تعقب رمضان. كل واحد كيف يعقب رمضان؟ واحد يعقب رمضان يروح يعقب روح يخدم. واحد يروح يفلح. واحد يجي في الجبل ويريح. واحد لاكويزي في لاكويزين ويطبخ مع مرته. كل واحد كيفاه. وانت في الدوبارة في اللوكال. لقيت الطالب. لقيت الطالب يعني عجبتهم. كيعت دوبارة بيحة وعجبتهم. وزاد الناس طلبوك يعني قال لك وقعد تخدم لنا. عادي جونا من الغدير من العين المال من راس الواد. لا سي احمد. من لاريجيون كومبلي هذه حتى من براهم مسليم. يجوا على جلعة ولا يرجعوا على جلعة. وان شاء الله ربي يطول العمر ان شاء الله. امين رب العالمين. كل عام ان شاء الله نديروا لنا. امين رب العالمين. هيا السلام عليكم. راح نشوفوا ترى كيف يبدا يدير يبريباري لا تاعو دوباره تاعو. هيا نبداو لا بالزيت هي الاول. والله الزيت هو اللي كيدير الحرور. اسكو حاره ناقصه حرور. هنا هذا ودو شاك دير هادو طماطم هادو ولا هادي الدرسه نتاعها. وهادي هادي هي الدرسه. هادي الدواء نتاعها سبيسيال. هاي هادي طماطم. هادي هنا طماطم وفلفل. هاي
هذه باخ البليزير تاعنا هذا اه بليزير برك اه سمع رضا تلاقاو الحباب تلاقاو هذا الفول هذا شي فولة هذه ياك فرشه شي فولة اه ولا راه شي فولة راه عاد نروحو واش راه تزيد؟ دوك نعطروها شويه هكذا. ايوا معدنوس كمون هكذا وشويه تاع الاخر والحار. قول الشيخ قوات. الله يبارك، شوف يعني عايش. دمينيت استنى تشوف. واش يخص؟ هكذا يخص شويه كمون. الكمون الحمص لازم الكمون يا اختي الكمون الحمص ما تسماش حمص. ها ولا تحوسها قولوا اكزومبل مش حاره ناقصه حرور نزيد لها شويه زيت تكون في النار هكذا هذه هذه دوبار يعني راكم شفتوا يعني دوبار تاع بسكريت كيف تخدم هذه دوبار هذه هذا البلا تاعنا بريبيري هذا البلا تاعو هذا البلا تاعنا كما راكم تشوفوها فوالا هذه دوبار البسكريه شفتها هادي دوبار بسكريت سي نورمال انا كنت نشوف فيها شاف شاف كيف راه الله يبارك هاك سخفت الناس سخفت الناس اخ لا لا احنا وهنا في حاله منها هذا محمد ياسين هذا راه سبيساليتي تاعو ماشي سبيساليتي تاعو نقولوا دوبار بصح نقدروا نقولوا يشتيها تلمو حب حب للدوبار هذا ولا يخدم فيها وحده ولا هو اللي يخدم فيها يعني يعطيك صحة محمد ياسين ومخر تاعك توجور في ولاد براهم بالداخل والله بالخارج وكل عام انتم بخير ان شاء الله والسلام عليكم وعليكم السلام وانتم كلمة صغيرة صحة رمضانكم كل عام انتم بخير ان شاء الله يعطيكم صحة يعطيكم الصحة هاي السلام عليكم هاي كما راكم تشوفوا رانا في ولاد براهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كالعادة رانا في ولاد براهم عند خويا موس زلابجي تاعنا زلابجي كنا عندكم لتحت مقر تحت اليوم رانا دوك رانا في الرئيسي مقر الرئيسي الأم الأم هذا مقر الأم مقر الأم كنا لتحت مقبل واش راكم بخير لاباس واش راكم؟ الحمد لله الحمد لله ربي شكرا لك يا خويا ما شاء الله ما شاء الله راهم يجوا من كل بلاصه لهنا زعجه زلابيه كيما راكم تشوفوها سبيسياليست تاع زلابيه هذا راح يطيب وقيله راح يطيب وقيله راح تبدا شكون راح يطيب هنا؟ انت راح تطيب هاي سي بون هاي قول صاحبك يهبط قول صاحبك يهبط البرجه هادو جاو من مولي تبويرة الله يبارك من البويرة جا زلابية لهنا الله يبارك كاي الله يبارك من السلع انت من برهوم الله يبارك وانت منين جيت؟ من البرج شفتو كيفاه؟ الله يبارك شوف يعني تشوفوا يعني الاسبابية راهي من برهم من ولاد بويرة من البرج يعني ترو ولاية راهم عندك اليوم يعني جينا صدفة ما يقولش بلي راهي ترافيكي لها هذا هاني نصور في السلعة هاني نصور استاذ واش راك لاباس خيرة بصح لاباس
مرة سلوات يدوز لبيا مرة براو. هذا عندنا واحد من البويرة وعندنا واحد من البرج وواحد من برهوم، هذا وين راه؟ الله يبارك. واش راكم لاباس بخير؟ صافا. واش راكم مع رمضان هذا؟ الحمد لله الحمد لله. ها يا خالي خويا، ها الله يبارك. الو، هاني فولاد برا مازال ما جيتش شويه، مازال ما كملتش بك قويل بك مش كيما بوك شويه يدك نعود هاني نخدم. ها دكتور، ها هاي زلبية هادي كبيرة هادي دوك يدير صغيرة. الله يبارك. صافي اللي لابس طبليه كحله هو اللي طيب، اللي لابس بلايبر بي هو اللي يغطس بالكراد هنا. وهذا اللي لابس طبليه حمراء هو اللي يسربي، وهذا اللي طيب طبليه هذاك هو اليوم كيس يسوار. شوف اخي شوف هذه سبيسيال هذه. الله يبارك. الله الله يبارك سبيسيال. وهذا راه قبل البلوز. لازم هذا قال بلوز. رانا توجور في ولاد براهم. بقداش. بقداش. لازم هذه بقداش معروفة هذه. راكم معروفين ما راكمش قال لك من الناس هادو اللي ما يعرفوكمش ولا راكم راكم معروفين بالبزاف كما يقولوا الجزائريه. دخان جاي لكم. ها السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اجواء رمضان توجور في راس الواد بسهرانا اليوم في ولاد برعم كوشات اولاد برهم كما راكم تشوفوا الحاله راهي منوعه ما تخافوا. بريوش راه دير حاله كرواسون ثاني. الخبز واش راه الخبز سي الخبز؟ هذا نقولوا خبز الدار. خبز الدار يا خالد. وي هذه حرشيه. الله يبارك الله يبارك. يا باش نطرا حتى راه قد نطرا الوقت. خبز الدار. خبز الدار. هاهم لي كليون جو يشريو. الله يبارك. واش راكم بخير؟ ولاد برام لاباس. دوكا نهار العشيش. نهار العشيش الحاج. هاكم فرحانين دوك الخروف دوك طلع. طلعتوه السوم تاعو. دوك الله يبارك. دوك نطلعوا الخبز ثاني احنا ثاني. بخير لاباس بخير الحاج الحمد لله. نحمد ربي ونشكره ونحمد ربي ونشكره. واش تقول لنا سامي تفرجوا فيك واش تقول لهم؟ نقول لهم تهلاو في رواحكم ودعوا لنا دعوة الخير ديما لينا وللجزائر الكل. بس ما طلعش الخروف خلي شويه هابط. الخروف ما كاينش وقليك قليل. يا صح سيدي. يلا عايش. ايه كسر تاع الشعير تخدموا فيها لهنا ولا تجيبوها لكم؟ يجيبوها. الله يبارك. ما تاخذوش تخدموا يعني كل شيء كل شيء كل شيء. او كاين ايه او عنده ايه. ورا ولا شفت راه؟ الخبز تاع الشعير. الله يبارك. رانا في اجواء رمضان توجور في ولاد براهم.
معنا الحاج شعبان وسع كلمه صغيره برك الناس ما يتفرجوا فيك. هذا ما حاول دابا مع واحد واش نقول لك قول واش حاب تقول. رمضان كريم أمة جزائريه أمة عربيه اخرى. عطيك الصحه خويا ياسر 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 ولا غير ياسر. رانا توجور في اجواء رمضان رانا رجعنا المقر الاول كنا الفوق ودوكا هبطنا لتحت. زلابية راهي طيب مقبل جينا ما لقينا حتى واحد لقينا غير فول صغير يبكي كانوا مقيلين الله يبارك واحد يغطس واحد يستف واحد كل هذا سبيسياليتي تاعو هنا واحد يطيب واحد يقلب واحد يغطس واحد بالمحكم واحد يسربي الله يبارك معكم حبسين الله خمسة في عين شيطان خمسة في عين شيطان والعرب توني ما تقاش نخاف منهم اخي صافا لاباس الولادة بيان انا مع رمضان وش سخانه شويه مليح برك ها مليح الجو مليح برك شوف رفيدة الله يبارك الله يبارك ولا باس ولا لاباس الحمد لله قرمش 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 اللي ما عنده سنين يقرمش يقرمش زلابية ذوب واحدة في الفم يا والله غتعشير غتسخف نعم لكم لا سبعة ثمانية هاك شوف راه مازال الحال راهي ثلاثة ونص تاع العشية راهي ثلاثة ونص صح يعني مازال العصر مازال صور لي هنا شوف أروعك يكون تصور هنا نصوروا واش راك زيزو واش راك واش راك خير غلبك رمضان بارد معاك الحيط راح يطيح واش رايك بالزلابيه واش رايك بالزلابيه واش رايك بالزلابيه اسكت برك نسانك خرجوا يعني. ولاد باس الحمد لله وانتم واش راكم؟ الخير. ولاد ابراهيم رانا في مع زلابجي. واش نقول لكم؟ السلام عليكم وصحة فطوركم ونوليو ان شاء الله وبقاو ديما هاك زلابيه ما تبدلش. زلابية في عشعير في ولاد براهم رانا في سونتر فيل وعندنا مقر في الدوار في مقداش. صح صح السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رانا عند حمزة. حمزة يا أخي. لا لا شبحي فارس. شبحي فارس شبحي شبحي لافامي شبحي معروفة في راس الواد. معروفة وفي ولاد براهم ولاد براهم. هاي ربي يبارك شوف راس الواد خويا شوف. الخيارة والبسطة كلش باطل كلش متواضع. لي بري تاعك مليح لي بري واش؟ هو البري هايلة يقسم بالله غتعجبو بلا. ها هو يظن مجان منها والله تقول لك التفاحة. ها وليك شوف شوف والله غتقولوا فراس. ها والخيار. هاو الفلفل هاي الطماطم كلش قصدي كلش قصد هاي اللوبيا هاي من اخويا الزيتون من كل نوع ها ربي يبارك المفصص واحد دول مرقد واحد دول الله يبارك كبير واحد الدبش هاي ليك اخويا هذا وش اخويا الزيتون هنا والفراس هنا شوف اخويا شوف السلعه فراس السلعه كل حاجه هو سومه معقوله خلاص تشينا هاي ليك من الشربات والبنات هنا توالنا واش راكم البنات خيره قولي صحة فطوركم قولي صحة فطوركم قولي صحة فطوركم اطلق لي الفيديو الله يبقى عليك ستر هيا سي ورانا في الحانوت ارواح سيح يا ربي اسناتر عايز ندخلوا ترى هنا لداخل ارواح عمك صافي توزنوا هنا اي والله هذا هو الحانوت تاعكم شوف اخويا الله يبارك عليك منين الاوريجينال من دمنة البقرة شوف روح شوف انا نهز لك وتلك هذه الاوريجينال من دمنة البقرة من فوق من عندنا الله يبارك هذا دم الشهداء اللي يسيح فيه هي جات كل دقله ها الخير كاين يا سيدي كاين كاين غير حاجه اللي ما عندكمش وقيله واش الزيت ما كانش الزيت الله يلغى الله يلغى كيف والزيت هذو الله يلغى هذو هذيك فيرينا كاينه شيبس ناو شيبس كاين والله كاين كل شيء والله كاين الخير والله هذه جانا هاني مدي ربي يبارك هاني مدي شويه شربات وهذا كوكا نص شيا فارس
هاي مهم هاي مهم هاي السلام عليكم واش نقولكم السلام عليكم وصحة فطوركم وكل عام نتوما زينين وباهيين وعاقلين ولا بالي ولاد برامة ناس مليح ولاد شهداء ولاد بشير إبراهيمي ربي يرحمه يا خي هكذاك هاي والله شكون كشما كلمة صغيرة هاي صحة فطوركم هاي هذا هو انت هذا اخوك ها يبينا بينا السلعة واحدة واش قولهم سعيدكم ديجا صبرت العيد سعيدكم وسعى فطوركم وكل عام وحنا بخير وكل عام وحنا باهيين زرنا بخير يا خويا والحمد لله الحمد لله يحيى الحر فارس يحيى فارس الحر يحيى فارس الحر يحيى فارس الحر ها يا صاحبي هذا مكان هيا